زرع العدسات كبديل لعمليات تصحيح الإبصار. بعض الحالات بتواجهنا مشاكل في تصحيح الإبصار بالليزر، زي الناس اللي عندهم مقاسات مرتفعة وسمك القرنية بتاعهم غير مناسب لعمليات التصحيح. هيبقى قدامنا حل من اثنين، إما لبس النظارة تاني أو في حل بديل وهو زرع العدسات. بنقوم بزرع العدسات لتصحيح كامل المقاس اللي ما قدرناش نصلحه بالليزر بمنتهى الأمان وحقن البنج موضعي، طبعا بعد اجتياز الفحوصات الكاملة والتأكد من السلامة والأمان. وإن شاء الله زرع العدسات عملية متقدمة جدا، 10 دقايق وقطر البنج بحقن البنج موضعي، نقدر نصلح كل المقاس بمنتهى الأمان.